تحية طيبة لكم جميع مشاهدي تلفزيون سوريا في كل مكان، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، وكالعادة مع أبرز مواضيع مواقع التواصل الاجتماعي. إلى العناوين: هذه الأرض مسقية بدم جيشها، الإعلامي الموالي مضار إبراهيم يشعل حربا ضد باسم ياخور وزوجته. وفي موضوعنا التالي: لتصل ليد المستحقين، حفيدة رفعة الأسد تطلق حملة تبرعات لمنكوبي الزلزال، ولا تنسى أن تمدح عائلة الأسد. يأخذ عدد من الإعلاميين الموالين للأسد على عاتقهم مهمة الذود عن حمى الأسد والدفاع عن نظامه في كل مرة يظهر فيها من ينتقده أو ينتقد نظامه وحكومته، حتى ولو كان من المحسوبين على موالاة النظام، لتنشأ بينهم حرب ضروس قد لا تنتهي بتبويس الشوارب كما هي العادة. أبطال الحرب هذه المرة والذين نتحدث عنهم هم الفنان باسم ياخور وزوجته الكاتبة رنا الحريري، والإعلامي الموالي للنظام مضار إبراهيم وهو مدير القناة الإخبارية السورية السابق. أما عن القصة فتبدأ بعد أن كتبت رنا الحريري في خاصية الستوري بصفحتها على إنستغرام، لاحقا قامت بإعادة نشر هذه الستوري طبعا بعد أن أخفيت، نشرتها كصورة بناء على متابعها. كتبت: أحيانا بتمنى يتم إعلان سوريا كبلد منهوبة منكوبة غير صالحة للحياة البشرية، وكل دول العالم المتحضر يلي بيضلوا عم يحكوا عن الإنسانية وحقوق الإنسان يبعثوا طياراتهم ويتم إجلاء كل السوريين ونقلهم لمناطق فيها أمان، كهرباء وتدفئة، ماء وغذاء، وفرص عمل وحياة كريمة. أحيانا بتمنى لو العالم كله بيعرف قديش السوريين شعب منهك، شعب متعب، مدمر، شعب بيستحق أفضل بكتير من كل هالمعاناة والألم واستجداء أبسط مقومات الحياة. كما قلنا هذا الكلام نشرته رنا الحريري كستوري على حسابها في إنستغرام، وأعادت لاحقا نشره هنا كصورة وكتبت: نشرت الكلام ستوري وعم ننشره بوست بناء على طلبكم. طبعا الكلام جاء، هذا الكلام جاء على خلفية الزلزال الأخير الذي ضرب الجنوب التركي والشمال السوري وأجزاء من الساحل السوري أيضا، وأيضا يتزامن مع تفاقم الحالة المعيشية لدى السوريين والممتدة منذ سنوات. لكن الأمر لم يعجب السيد مضار إبراهيم مدير الإخبارية السورية السابق، حب أن يأخذ دور رجل الأمن المراقب لينسخ ستوري رنا ويضع صورة له في فيسبوك، على حسابه في فيسبوك هنا، ويعلق يقول: باسم ياخور أكبر إغاثة إنسانية ممكن تقدمها أنه تسكت مرتك. هذا كان منشور على فيسبوك مع صورة الستوري الذي نشرته رنا الحريري. لكن باسم ياخور رد على مضر بهذا الكلام: أستاذ مضر، أول شيء أنا ما تعودت سكت حدا، كل إنسان عنده حق الكلام وحق التعبير عن رأيه طالما كان كلامه ما بيحمل إساءة للآخرين، وإذا كان في بالكلام المكتوب أي إساءة إلى حضرتك يا ريت توضح لنا إياها، ممكن يكون توصيف منهوبة أو منكوبة أزعجك أو أمنيتها بإنقاذ شعب متعب من الحرب وكوارث الحياة ضايقتك، يمكن كلامها كان عاطفي وحتما فكرتها خيالية مستحيل إنها تتطبق بالواقع، بس من حقها تحلم وتتعاطف بالطريقة يلي بتشوفها مناسبة، ومو من حقي ولا من حقك إنه تسكتها. هكذا رد باسم في الرد على منشور مضار إبراهيم على فيسبوك، رد عليه على أيضا ستوري في إنستغرام. لكن مضر عاد إلى الردح من جديد ونشر هذا المنشور قائلا: منهوبة ومنكوبة بلعناها، ترانسفير للشعب بطيارات العالم المتحضر بلعناها، بس غير صالحة للحياة البشرية. ذكرني تعبير الأديبة السورية من أصول أوكرانية المقيمة بدبي بالتعابير يلي بتكتبها أو تكتب على وجبات الكلاب والخنازير بسوبر ماركتات العالم المتحضر. القصة طبعاً أكبر من حجمها،
لو كانت قصة كلام نكرة من شخصيات عابرة، هي قصة سياق كامل. وقصة جوقة غربان تنعق على ضيقنا صباح مساء، منذ ما قبل الزلزال إلى ما بعده. قصة خطاب ياسر العظمي قبلها، وخطاب ميس حرب قبلها، وقصة خطاب مائع لمجموعة من الفنانين الذين نالوا الإقامات المذهبة ثم الإشارة الزرقاء على الفيسبوك، وصار لهم ملايين المتابعين بسبب شركات الترويج، فحسبوا أنهم صاروا صناع وعي، واعتقدوا أنهم بحفنة مساعدات وبالخطاب الإنساني المائع يمكن أن يتسللوا إلى وعي من بقوا على فقرهم وتمسكهم بهذا الوطن ورفضهم لخطاب الخليج التطبيعي. لا نريد فنانين غادروا فندق الوطن وصار كل ما يربطهم بنا هو تلك النظرة الإنسانية البلهاء التي تشفق على فقرنا وضيقنا، ولا نريد أصواتا تعلو فقط في المآسي وتحضر فقط في العمل الإنساني الذي يبيض المواقف المتخاذلة ثم تغيب عن كل ذكر لجوهر حربنا الحقيقية وحقيقة عدونا الأول. نريد أصواتا تشبهنا وفنانين يشبهونا يعيشون معنا وبيننا، يتبنون خندقنا وحربنا وحبنا لهذا الوطن، ويتبنون الخطاب أو خطابنا الذي يعرف عدوه الحقيقي ويعي أن الخطاب الإنساني القذر الذي يتخلى عن جوهر هذه الحرب الوطنية السورية هو ذاته خطاب مؤسسة أماليا الصهيونية، وهو ذاته نتنياهو الذي كان يسلح ويمول ويداوي جرح جبهة النصرة ثم يتنطح لدور الإغاثة في سوريا. كلام إنشائي كبير طبعا، يعني يشبه كثيرا خطابات النظام عبر 50 عاما، رد بها مضر إبراهيم مدير القناة الإخبارية السورية السابق على الكاتبة رنا الحريري. فما كان من الكاتبة رنا الحريري إلا أن ردت على مضر أيضا مرة أخرى عبر خاصية الستوري، كتبت تقول: شكرا من قلبي لكل الرسائل يلي عم تبعتوا لي إياها، شكرا لكل حدا دافع عني بكلمة طيبة، شكرا لكل حدا فهم كلامي وما حاول يجتزئ منه أو يحرف المعنى ويشوه المقصد فقط ليهاجمني. أنا ما حكيت باسم حدا، أنا كلامي كان باسمي، حديثي عن دول العالم المتحضر كان تهكم مو مديح، وكلامي عن الطائرات كان مجرد أمنية أو حلم وحتما مو مخطط أو مؤامرة. لما حكيت عن إنقاذ السوريين وترحيلهم لأي مكان في ظروف أفضل كان كلامي نابع من ألم ويأس. كتبت بدون ما أدرس ونمق كلماتي، وبعترف ما كنت كتير حريصة باختيار مفرداتي، كتبت من منطق إنساني بحت بعيدا عن أي سياسي أو غايات، بس حتما أصحاب العقول الصادقة والقلوب المهترئة ما استوعبوا كلامي واعتبروا حديثي فرصة للمزاولة وبيع الوطنيات، ونسيوا أنه أغلى ما في الوطن هو المواطن، هو الإنسان، وأنا ما عملت شيء غير أني حكيت عن وجع هالإنسان وأمنيتي بمساعدته. يلي كتبته عن البلد ووضع الناس هو واقع أنا شفته بنفسي، ويلي ما نو شايفه بيكون أعمى أو عنده مشكلة حقيقية بالأخلاق. أما محبتي لبلدي وهالبلدي فهي حقيقية، أنا بعرفها وماني مضطرة أثبتها لأي حدا على الأطلاق. كلام رنا هذا وردها على أو ردها على مضر إبراهيم أثار الكثير من الإعجاب لدى متابعي رنا، والكثير من التأييد لكلامها من جمهورها الواسع، حيث تمتلك رنا الحريري على صفحتها في إنستغرام نحو 1,000,000 متابع، والردود نشرتها رنا لاحقا عبر خاصية الستوري. نتابع جزءا منها.
الردح لم يتوقف في أي لحظة، يعني رنا ترد ومضر يرد ورنا ترد ومضر يرد. ولكن آخر ما كتبه مضر إبراهيم على صفحته في فيسبوك بخصوص هذا الموضوع كان هذا المنشور يقول فيه: هذا آخر كلام مني شخصيا بالموضوع، ما حدا حامل مننا سيف على التاني، وانتي بنت بلد، والمسلح يلي عم يعمل تسوية عم نفتح له قلوبنا للتوبة إذا أخطأ، فكيف إذا زوجة فنان غالي على الكل عقولة الحمد لله مو صديقة. بس يا سترنا، إذا ما اعتبر كل واحد مننا الإساءة لشعبه ولوطنه ولكرامة دولته إساءة له شخصيا، فهو ما عنده غيرة على أمه. باللغة العربية ديوث، ما حدا عم يقدم نفسه كاتب وصانع وعي وعنده 1.2 مليون متابع. المفروض نحن بنستوعب الكلام المكتوب مو النوايا، لأنه الكاتب المفروض بيعرف يعبر عن النوايا الصح. بتفق معك جدا أنه أغلى ما في الوطن هو المواطن، صح، بس كمليها: أغلى ما في المواطن هو وطنه وهو أرضه المسقية بدم جيشه، واللي كل بلاد الدنيا مو بعينه مهما قست الظروف واشتدت المحن. سكرنا عالسيرة طبعا. يشير مضر إلى أنه 1.2 مليون متابع هو في صفحتها في فيسبوك. الزملاء في قسم النيو ميديا بتلفزيون سوريا أعدوا هذه المادة المفصلة عن قصة الردح بين مضر إبراهيم ورنا الحريري وزوجها باسم ياخور. نتابع. تفاعلات كثيرة من السوريين مؤيدين ومعارضين حول هذا الموضوع. دعونا نأخذ بعض هذه العينات. كتبت جوا تقول: كلامك صحيح وصادق 100%، ولا إنسان بالعالم بيستاهل كل هالتعب والعذاب، يا رب ترحمنا وتساعدنا والحمد لله. هبة تقول: مين قال أنه نحن أصلاً موافقين نترك بلدنا سوريا يلي ربتنا وكبرتنا وعلمتنا وتحملت أذى الأفراد مع بعضهم فوق أرضها؟ مدام رنا نحن تعودنا على الوجع وهو صار جزء مننا، وإيماناً بالله تعالى أنه عم يختبرنا ويبتلينا بكل ما هو سيء على الأرض لحتى يجي يوم الحساب أو حساب الله وتكون صحائفنا بيضة ويغفر لنا كل ذنوبنا. يونس يؤيد يقول: معك كل الحق،
ولو أنك أوضحتي من هو الناهب والناكب وممن تطلبين الإعلان وممن ترجين المعالجة، صرخة نرجو أن تلقى من يسمع ومن يستجيب. أما رولان تقول: لامستي قلب كل أم وأب سوري، كلنا منحب الوطن ومننتمي له، بس بهالظروف الواحد طبيعي يدور على أمان لأولاده من كل النواحي. لسه كل واحد ما عجبه البوست بيلوم اللي راح وسافر وكأنه خاين وما عنده وطنية. كل حدا بهالظروف صاير له يسافر ما رح يقصر إلا من رحم ربي اللي قاعد بالدفى وشبعان ومأمن لحاله كل شيء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. منذ وقوع الزلزال المدمر في 6 شباط فبراير الحالي، تسابق عدد كبير من الفنانين ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي لإطلاق مبادرات لجمع المساعدات، واحتفى بها أعلام النظام وغطاها بشكل كامل من دون الإشارة إلى أي دور حكومي من النظام في رأب صدع هذه الكارثة. لكن شخصية من آل الأسد لفتت الانتباه على وسائل التواصل الاجتماعي، شمس دريد رفعت الأسد، حفيدة رفعت الأسد التي أطلقت مبادرة سمتها باليد، وذلك لتسليم المساعدات لمستحقيها باليد كما تقول من دون أي وساطات، ما يدل على تشكيكها بالجمعيات التي أخذت على عاتقها عبء توزيع المساعدات وعلى رأسها الأمانة السورية للتنمية التي تتبع لأسماء الأسد. شمس خرجت على صفحتها في فيسبوك، أعلنت عن هذه المبادرة بهذا الفيديو الذي انتشر بشكل كبير. تابع. مرحبا للجميع وإن شاء الله الكل يكون بخير. اليوم أنا حابة أحكي بعدة مواضيع مهمة رح تساعدنا نوقف جنب بعض وتساعدنا نوصل احتياجات الناس المحتاجة والمتضررة بطرق أسهل. رح بلش بموضوع وهو فكرة خطرت لي أنا ومجموعة من الناس اللي حابين نوصل أكبر عدد ممكن من التبرعات إلى أكبر عدد ممكن من الناس المحتاجة بطريقة منظمة وممنهجة. هاي الفكرة هي مبادرة حبينا نسميها باليد، من يدكم ليدهم. عن طريق هالمبادرة رح نقدر أنا ومجموعة من الناس الموثوقين نجمع أكبر عدد ممكن من التبرعات والاحتياجات عن طريق فاعلين الخير اللي عن جد بتشكرهم وتواصلوا معي كتير وحبوا كتير يساهموا بهالفكرة. رح نقدر نجمع أكبر عدد ممكن من التبرعات ونوصلها لأكبر عدد ممكن من المناطق المنكوبة والمناطق المحتاجة والناس المحتاجة بشكل إداري وممنهج ومنظم. بتمنى من قلبي مبادرة باليد يوصل صداها لأكبر عدد ممكن من الناس لحتى نقدر نشتغل نساعد العالم المحتاجة والمتضررة بأقصر وقت ممكن. الموضوع الثاني هو موضوع كتير مهم وكتير لازم العالم تركز عليه حاليا لأنه هو المشكلة الأكبر بصراحة، موضوع إيجاد المأوى والمسكن للناس المتضررة، الناس اللي نزلت بيوتها اللي ما عندها بيت تقعد فيه، اللي طلعت من مراكز الإيواء وطلعت من المشافي وعم تدور على مكان تسكن فيه هي وولاد. إحدى فروع مبادرة باليد هي جمع التبرعات وتوجيهها لإيجاد البيوت والمساكن والمأوى للناس اللي نزلت بيوتها، الناس اللي ما عندها بيوت. نحن فعلا هذا الموضوع حاليا لازم يكون إحدى أهم الركائز اللي مستند عليها خلال توجيه تبرعات. أخيرا وليس آخرا بحب وجه رسالة للشعب السوري العظيم الأسطوري اللي بفتخر أني أنا منه. أنتوا شعب صامد قوي أسطوري تاريخي. شكرا لكل حدا سوري من سوريا ومن خارج سوريا عم بيساهم بحقق المستحيل. شكرا لكم كتير كتير كتير. بدي أتشكر سيد الوطن والأمة سيادة الرئيس بشار حافظ الأسد اللي عم نشوفه بيناتنا. شكرا لك سيادة الرئيس على وقفتك على صمودك على القوة اللي بتعطينا اياها. شكر كبير لكل فاعلين الخير لكل الايادي البيضاء لكل الناس اللي عم تساهم، انتو فعلا الركائز الاساسية لهالبلد. شكرا كتير للكل. واخيرا شكر خاص لعائلتي الحبيبة
الجنود المجهولين من أبي إلى جدي إلى أعمامي اللي كانوا سند حقيقي لإلي من أول يوم بهالرحلة. شكرا للجميع. شمس دريد رفعت الأسد. إلى التعليقات. أحمد يقول: عائلة الأسد احتراف بالسرقة بعد ما أش أبوك الأخضر واليابس، هلأ إجا دورك. يقصد جدها وليس أبوها. أما عليا تقول: طال على جدها حنونة. أما فرح فتقول: بس قولي لأبوك، يقصد لجدها، ما ينهب خيرات وثروات البلد ويفرجينا عرض كتافه والشعب بألف خير. أما طلال فيقول: إيه مزبوط، اسم الحملة باليد، ما رح يفلت منها شيء، كله باليد بعدين بالجيبه.